لقد ألفنا أن نزوركم في مثل هذه المناسبة. المناسبة كما يقول الفقهاء شرط. الشرط هو أن يوم 9 ربيع الثاني من سنة 1446 هو يوم الموافق ل 13 أكتوبر 2024 سيكون يوم ذكرى وفاة المغفور الله جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وطاله. وانطلاقا من الحديث الشريف الذي جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه الفقرة ولد صالح يدعو له انطلق أمير المؤمنين وبأمره الجليل أن ستنطلق لجان كثيرة 65 لجان لتعطي ربوع المملكة بمهمة واحدة وهي أولا إبلاغكم تحيته وسلامه وعطفه ورضاه ملتمسا كذلك منكم في المقابل الدعوة الحسنة له بالصحة والعافية والمجد والتمكين والعز والطمأنينة إن شاء الله له ولأسرته الشريفة ولوطننا الحبيب.